بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان القمر خلف السحاب، قصة بقلم مهربان. نزلت السلالم وارتديت عبائتي بسرعة. جدتي، أنا ذاهبة لزيارة شهداء القرية وسأرجع بعد ساعة. هذا الأسبوع، يعني في أيام الإجازة، ذهبت إلى قرية جدي وجدتي، قرية جميلة وباردة قرب الجبال. أطلت جدتي من النافذة وقالت لي: اصبري قليلا فسوف آتي معك. كنت أريد أن أقول لها: أنت ضعيفة ومريضة ولا تستطيعين أن تمشي كثيرا، وأنا ذاهبة لزيارة الشهداء مشيا لأن الطريق ليس معبدا للسيارة. لكنني لم أقل شيئا، لأنني سمعت عينيها تقولان لي: لن أسمح أبدا أن تخرجي من البيت وحدك، أنت أمانة أبيك وأمك في بيتنا. ابتسمت وقلت: نعم، أنا بانتظارك إذن. 12 شهيد، 12 شهيد في قرية صغيرة. كنت أشعر بزهو عجيب عندما كنت أرى 12 علما إيرانيا يرفرفون في الريح. هنا قرية أجدادي، وكل هؤلاء الشهداء أبطال قرية أجدادي. لكنني رأيت 11 شهيدا في مكان وشهيدا واحدا في مكان آخر. تعجبت كثيرا، لما هذا الشهيد ضريحه بعيد عن أصدقائه الشهداء؟ اغرورقت عينا جدتي بالدموع. أما سمعت قصة هذا الشهيد من أبيك؟ لا، أبي لا يحدثني كثيرا عن ذكرياته وأصدقائه الشهداء. قالت جدتي بحزن: أتصور أنه بعد شهداء كربلاء لا يوجد في كل العالم شهيد مظلوم مثل هذا الشهيد. نظرت إلى صورة الشهيد، إلى ابتسامته الجميلة، ثم سألتها: لماذا؟ سالت الدموع من عيني جدتي بينما أخذت تخبرني قصة الشهيد. عندما رجع جسد جمشيد إلى القرية، كلنا اجتمعنا لمراسم تشييعه. هو كان أول شهداء قريتنا، ولكن أثناء تشييعه سمعنا صوت صديقه هاشم، والذي كان من المجاهدين في مقاومة خرمشهر قبل الاحتلال، كان يصرخ بقوة: هو ليس شهيدا، هو ليس شهيدا، إنه خائن. في كل الأزقة كنا نقاوم بصعوبة، كنا نقاوم بالبندقية أمام الدبابات. طلبنا من جمشيد أن يذهب ويأتي لنا بالسلاح، لأننا لم نكن نستطيع أن نصمد كثيرا هكذا، وكنا بحاجة لسلاح أكثر. كنا نقاوم بصعوبة، ولكن بعد نصف ساعة رأيته بنفسي، رأيته. كان يقود سيارة بسرعة، وكانت في سيارته فتاتان. صرخت: جمشيد! ولكن فوق جسر خرمشهر فجرت قوات صدام سيارته. هو ليس شهيدا، جنود صدام أفضل منه. كلنا كنا نقاوم بشدة وبصعوبة من أجل عرضنا وكرامتنا وشرفنا، وهو مثل جنود صدام خطف فتاتين وكان يهم بالهروب من خرمشهر. هو ليس شهيدا، جنود صدام أفضل منه 100,000 مرة. بعد هذا لم يعد جمشيد في نظر أهل القرية شهيدا. بعد بناء مدرسة القرية حملت المدرسة اسم الشهيد الثاني وليس اسم الشهيد الأول، لأن جمشيد لم يكن في نظر أهل القرية شهيدا. ولو سألت أطفال القرية: كم شهيد في قريتكم؟ كانوا سيقولون 11، وما كانوا ليقولوا 12. وبعد مدة توفي أبوه وأمه من شدة الحزن، لأن أهل القرية باتوا ينظرون إليهم باحتقار. بعد 20 عام دخل أحد قيادي الحرس الثوري أو الجيش إلى القرية. لم يكن أهل القرية يعرفونه، ولكن عرفوا بأنه أحد مسؤولي الحرس الثوري أو الجيش، يعني عرفوا من لباسه الأخضر والنجوم على كتفيه. ذهب إلى مزار الشهداء وكان يبحث عن شهيد، وحين وجد قبر الشهيد جمشيد أخذ أهل القرية ينظرون إلى هذا القيادي وقد جلس فوق قبره وجعل خده على القبر وأخذ يبكي بحرقة. كل أهل القرية كانوا ينظرون إليه بتعجب ويتساءلون: من هو؟ هل يعرف جمشيد؟ بعد الصلاة سمعنا عبر مئذنة المسجد صوت ضيفنا من الحرس الثوري وهو يتوجه إلينا بالنداء. اجتمعنا في المسجد وبدأ هذا المجاهد من الحرس الثوري كلامه بعد الصلاة:
نصف ساعة قبل احتلال خرمشهر كنا نقاوم بشدة، يعني كنا نقاوم أمام الدبابات بالبندقية في الأزقة. والله لا يوجد في كل العالم مقاومة مثل هذه المقاومة. فجأة تذكرت بأن زوجتي وأختي في البيت، ولم يكن باستطاعتي أن أبعدهما عن خرمشهر. كانتا في البيت بانتظاري، والمدينة على وشك أن تسقط في الاحتلال، وقد دخل كلاب صدام في الشوارع والأزقة. جلست قرب الجدار ولم أكن أستطيع أن أتحرك أو أمشي من شدة جراحي. كنت أبكي وأدعو: يا رب ساعدني، زوجتي وأختي في البيت، يا رب احفظ عرضي، ونحن جنودك ونقاوم في سبيلك. فجأة رأيت شابا يمضي مسرعا ويقاوم بالبندقية في الزقاق. ناديته فأتى مسرعا نحوي. هتفت راجيا إياه: أرجوك أن تساعدني، أختي وزوجتي في البيت، أخرجهما من المدينة، هذا مفتاح سيارتي. قال: لكن أصدقائي بانتظار السلاح. صرخت بشدة: الفرصة تمر، المدينة على وشك أن تحتل، جنود صدام يبحثون في البيوت ويسرقون الأموال والأعراض، أرجوك أن تساعدني، أنا لا أستطيع أن أتحرك. نظر في عيني الحزينتين: نعم سأخرجهما من المدينة، لا تقلق يا أخي. تركني وذهب مسرعا تحت الرشاشات، وما كان سلاحه أكثر من بندقية. بعد احتلال خرمشهر وقعت في الأسر، وبقيت في سجن صدام أكثر من 11 سنة. في كل تلك الأيام كنت أفكر بزوجتي وأختي. وبعد خروجي من سجن صدام بحثت عنهما كثيرا، وسمعت خبر استشهادهما فوق جسر خرمشهر. بحثت كثيرا عن ذلك الشاب، وبعد سنوات عديدة عرفت أنه من هذه القرية. جئت إلى هذه القرية لأنني نسيت أن أشكره في ذلك اليوم. ارتجفت بشدة من هذه القصة. سألت: وما كان رد فعل صديقه هاشم؟ فقالت جدتي: كل القرية كانت تبكي بشدة في المسجد، وهاشم كان يضرب رأسه بعمود المسجد وكان يصرخ بشدة: سامحني جمشيد، سامحني، أنا ظلمتك في حقك، أنا أخطأت، سامحني يا رب سامحني. وفي هذه اللحظة تذكرت كلام أمي جمشيد قبل وفاتها وهي تبكي وتقول: رأيت جمشيد في المنام وقد كان يبكي بشدة ويقول: أماه أنا شهيد، كنت أحب أن أدفن في لباس الجهاد، لماذا سمحت أن يخلعوا عني لباس الجهاد؟ قامت جدتي: أسرعي يا عزيزتي، سيرجع جدك بعد دقائق من الحق وسيغضب إن لم أكن في البيت. ضحكت وقلت: مثل كل الرجال. ابتسمت وقالت: نعم مثل كل الرجال. نظرت إلى صورة جمشيد مرة أخرى، نظرت إلى ابتسامته الجميلة. حمدا لله إذ لم يسمح بأن يبقى القمر خلف السحاب إلى يوم القيامة. تمت بحمد الله.